جاء الإعلان الثاني أكثر إثارة من الإعلان الأول. بطل تركي جديد يظهر في الساحة مناهض للبيزنطيين، ها هو تورغوت ألب، والذي قد ضمزج تيكفور أحد القلاع التي تساند نيكولاس وجعله يغضب ذلك الغضب الشديد. الظاهر أن عثمان بيك ليس له علاقة بهذا المحارب إلى حد الآن. ربما مستقبلا سيكون بينهما بعض الخلاف بسبب قوة كل منهما كما حدث بينه وبين أمور من قبل، ثم سيكون اتحاد بينهما فيما بعد. لكن قد نتساءل، هل لتورغوت هذا علاقة بتورغوت المحارب الكبير الذي شهدناه من قبل في قيامة أرطغرل؟ قد يكون ذلك. قد شهدنا تورغوت قد تزوج مرتين بأيكوز التي أحرقها المغول دون أن تنجب أي ولد، ثم تزوج مرة أخرى من أصلهان والتي قتلها سعد الدين كوبيك دون أن تنجب له أي ولد بتاتا. وقد علمنا أن أرطغرل ذهب رفقة بعض محاربيه مثل عبد الرحمن إلى قونيا كي يعالج المرض الذي كان يعاني منه. ربما كان هناك تورغوت ألب محارب أرطغرل معه في قونيا في مهمة سرية تخص القبيلة في نفس الوقت الذي كان يرافقه فيه في مرضه. ربما يكون قد تزوج هناك من سيدة سلجوقية وأنجبت تورغوت الذي ظهر في الإعلان الأول والثاني من الجزء الثالث، وتربى تربية سلجوقية، والعلم السلجوقي الذي يرافقه في حملته على الأميرة البيزنطية قد يثبت ذلك. تحدثوا كثيرا على شجاعة هذا المحارب في الإعلان، ربما يكون هذا الشبل من ذلك الأسد. زد على ذلك أن تورغوت الشاب مثل سن عثمان بن أرطغرل الذي هو في سن تورغوت للأب تماما. هذا مجرد رأي يحتمل الصواب كما يحتمل الخطأ، فما رأيكم أنتم؟ يبدو أن فرسان الهيكل سيظهرون من جديد، إذ لم يظهروا كثيرا في المؤسس، وربما عودتهم ستكون بظهور هذا المقاتل الصليبي الذي يبدو أن مهارته في القتال ستكون أكثر من سابقيه. هيئته تدل على أنه سيكون له باع طويل في قتال الأتراك مستقبلا، أي أن دوره لن يكون قصيرا، وسيجد عثمان معه في البداية مشاكل جمة. أظن أنه مبعوث من طرف البابا وليس من طرف الإمبراطور، لذلك ستكون قساوته على الأتراك أكبر. لم يكن هناك فارق زمني كبير بين الجزء الثالث والجزء الثاني كما شهدنا من الإعلان الأول والثاني، إذ رأينا أن ابن مالهون لا زال صغيرا وابن بالا خاتون لم يولد بعد، حتى أن مالهون لم تسمع بحملها. عدم وجود فارق زمني على غير العادة هو أنه ربما بسبب رغبة المنتج بمشاركة بعض الممثلين البارعين مثل ساجن التي ظهرت في الإعلان الثاني، وكذا بالنسبة لممثل شخصية تورغوت ألب الذي لا يمكن للمنتج أن يتخلى عنها لأن لها علاقة كبيرة بفتح أيناغول والقضاء على نيكولاس. نعود إلى تيكفور ميخائيل، والذي ظهر في الإعلان الأول والثاني في قبيلة عثمان وكأنه غاضب جدا. في البداية ستكون له عداوة للأتراك، ثم ما يلبث أن يصبح صديق عثمان المقرب فيما بعد. سيكون هناك سيناريو إنقاذ عثمان له أو لإحدى أقربائه كابنته مثلا أو زوجته، ما يدفعه إلى تغيير نظرته إلى الأتراك عامة وعثمان خاصة، ثم يصبح صديقين مقربين. تلك الصداقة والتي سينجر عنها إسلام ميخائيل ومساهمته في بناء الدولة العثمانية الأولى، وستكون لبطولاته وأبنائه باع طويل في ذلك كما ذكرنا في الفيديو الماضي من قبل بالتفصيل بالاستناد إلى المصادر التاريخية التي أجمعت على ذلك. ظهر جيركوتاي في كثير من مشاهد الإعلان الثاني، ويبدو أن تلك المشاهد كانت قبل أن يقع أسيرا في أيدي هؤلاء الذين أرادوا إعدامه في النهر، إذ أنه بالرغم من أن مشاهد الإعلان هي مزيج من عدة مشاهد في عدة حلقات متقدمة ومتأخرة،
إلا أن ظهور ذلك المحارب الصليبي الذي له صلة بأسر جيركوتاي وكأنه مستدعى لدى تكفر القلعة الغاضب ثم بالقرب منها ظهور جيركوتاي قد يدل على أن حادثة البحيرة قد جرت فيما بعد. على إثر ما جاء في الإعلان الأول والثاني فإن الجزء الثالث سيكون أقوى من الجزئين اللذان سبقاه، وسنشاهد أن أحداثا قوية ومشاهد أقوى كتلك التي شهدناها في مشهد قفز عثمان في النهر إن شاء الله.